مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة MBC وفي العناوين: أول سيدة سعودية تنشئ سجل تجاري للتسويق الإلكتروني. مستمرين معكم بهدى وهن من بانوراما مستمعينا. لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل هي القصة. بلشت لما أول ما خلقت أهلي حبوا يفرحوا فيي كتير ويسموني هدية. ما زبطت، صار في غلط بالباسبور فانكتب بالإنجليزي هادية. ضيفتنا اسمها هدية، هادية أو هدى ياسين لا يهم، الأهم أنها تفتخر من أين أتت، من لبنان، وللبنان الكثير من الألام والكثير من الحكايات سمعتها من والدين فخورين قبل أن ترصدها كإعلامية وكأم وكمواطنة ومحللة في هذا الزمان. يمكن أساس شغلي اليومي وبرنامجي اليومي أني أقرأ يومياً هيدا الكم من الجرائد ويمكن أكثر. ضيفتنا صاحبة الابتسامة الهادئة، حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من مالطا، عاشقة الإعلام، ومن عمر 16 بدأت تجربتها عبر أثير إذاعة صوت البحر المتوسط في ذات الجزيرة الهادئة كهدوء ونعومة صوتها. ضيفتنا استطاعت أن تضع بصمتها الخاصة، تركت أمواج البحر لتتحمل برد شتاء القارس في مدينة الضباب لندن، وفي حضن دافئ اسمه MBC، وكانت جزء من إذاعتها بتقديم برنامج من لندن نحدثكم. ومنذ بدأت الحديث لم تتوقف لتكون هدى بنت المحطة وبفخر. إن شاء الله الأيام تجمعنا دائماً عبر أثير إذاعة بانوراما لسنين وسنين طويلة. هدى تحب التغيير لا محالة، فوقفت وقفة في رحلة الأخبار السياسية بين سلطة رابعة وبين أخبار متنوعة، لكن السلطة الحقيقية هي عشقها اللامحدود للإذاعة التي أوصلت رسالتها بشكل أفضل. أهلا وسهلا بكل متابعي هدى وهن. كوني جميلة واصمتي، عبارة ترفضها هدى جملة وتفصيلة، فالحقيقة مخبأة في تفاصيل أخرى كالثقافة والإقناع وقوة الشخصية. الست والجد لهم تأثير كمان وأبوهم. الحمد لله. احتفلت ضيفتنا بعيدها قبل أيام قليلة، نجاحها الأكبر أن تتحدى الوقت لتكون زوجة وأما مثالية. شوفكم أحلى وأقوى وأنجح أمهات بالدنيا. Thank you. أنا شوف بهالكلمتين أخذتي مني طيبة القلب. مام أنا بشوف هيا أنتي هدى الصغيرة، الكل هيك بيقول. What about me؟ حلا أنتي يا ويلو اللي بيعلق معي مثل أمك إذا غضبت على حلا. لكن السر وراء القوة هو رجل داعم يعي صعوبة المجال الذي يتقاسمه معها. وحده يعلم كم من محاولة استقالة ارتبطت بمشوارها وكم من نصيحة قدمها، ولتكون النهايات بالتفاصيل المخبأة. خليك تارك وبرسى وخليك وفيك حقك هالعروف. أما السر الحقيقي الذي تخبئه هدى فهو رفضها أن يختار أبناؤها مجال الإعلام، فهي تريد أن يعيش أبناؤها كل لحظة جميلة. خليني أشوف من الماما أنا شو أخذت منها. ده أنت وردت مني المسؤولية، وردت مني الجدية.